النجمة نادية مصطفى، أنا بدي رحب فيك عبر موقع الفن. اليوم حضرتك رح تتكرمي بمهرجان الزمن الجميل، قد ايه بيعني لك هالتكريم وبشو بتوجهي رسالة للدكتور هراتش؟ بيكن لي يعني بالكثير من السعادة، والسعادة التي كمان لا توصف. أنا فرحانة قوي إن أنا بأكرم في كمان في لبنان، بلدي الثاني، بلدي الجميلة اللي أنا بحبها وعاشقها ليها، ومن فترة كبيرة ما جتش لبنان، فطبعا فرحانة جدا بلقاء جمهوري في لبنان. بكن لدكتور هراتش كل التقدير وكل الاحترام على ذوقه وأخلاقه الكريمة، وعلى أنا أصلا يعني شايفاله كل سنة لما بيعمل مهرجان متابعاه يعني، فلما تعاملت معاه كمان أنا حبيته أكتر حقيقة. قد إيه إنسان محترم، قد إيه إنسان راقي متربي، ابن أصول، من بيت طيب، كريم، حاجات كتير أو صفات كتيرة. هو نموذج يعني بمختصر نموذج محترم لكل إنسان على ما يجب أن يكون. يعني أنا لو كنت فرحتي مش قادرة أصدق نفسي، أنا في لبنان بعد غياب طويل بقالي فترة كبيرة جدا ما جيتش لبنان، وأنا العاشقة للبنان وشعب لبنان. بشكركم. نقول شوي لموضوع تاني، يعني مش من زمان قلتي أو أشرتي إنه الموسيقار الكبير راحل حلمي بكر تعرض للإهانة. ما كانش نفسي النهاردة في يوم فرح كده نقول فيه موضوعات زي دي، بس يعني عمل جدل على مواقع التواصل فحبيت نطرق فاستطيني بقى، أصل أنا كنت رافضة الكلام في المواضيع دي حقيقة. بعد ما تصريحاتي مع أستاذة لميس الحديدي الإعلامية القديرة في البرنامج اللي هي بتعمله، ما كنتش حابة أن أنا أعمل فعلا يعني أحاديث تاني، لكن هو حقيقي الأستاذ حلمي بكر استغاث بينا، يعني مش أنا بطولة مني أن أنا وقفت، لا هو استغاث، أو واحدة من الناس اللي استغاث بيهم كنت أنا، فأنا كنت عارفة الديتيلز اللي كان بيتعرض ليها، فكنت من باب أولى أن أنا لازم أقف جنب منه وأقف جنب ابنه كمان اللي هو كان عايز يجيب حقه، فمن المنطلق ده أنا وقفت. لكن أنا مش حشرية خالص ولا بحب. شو بتردي عمارته على زوجته؟ لا بقول لها ربنا يسامحك، بس مش هقدر اقول اكتر من كده. اعتبريها مذنبه؟ لا ما اقدرش اقول كده، ربنا هو اللي مطلع وهو اللي شاهد. بناء على كلام الاستاذ حلمي بكر انا كنت شايفه ان يعني تصرفات كانت اوفر شويه، وحتى انا قلت لها اولاد الاصول ما بيعملوش كده. بس اعمالك المقبل شو عم تحضر؟ والله انا اخر عمل عملته كان اسمه يسلم لي ذوقهم، الحان الدكتور مصطفى العسال، ويعني كلمات نور عبد الله الشاعره الجميله اللي انا بكن ليها برضو التقدير والاحترام، وطبعا انتاج شركه لايف ستايلز ستوديو، كنت فرحانه قوي بالتعاون ده، ودي بدايه، فان شاء الله اللي جاي هيكون احسن. اللي جاي شو؟ لا مش هقول لك. ان شاء الله خير، ادعوا لي بس واكون دايما معاكم. مين بيلفتك من الفنانين المصريين اللي موجودين على الساحة؟ كمطربين يعني؟ لا كتير كتير طبعا، الناس اللي أنا يعني بحب أصواتهم قوي. مثلا مين أكتر صوت بتحب؟ الفنان الكبير هاني شاكر طبعا، بتكلم عن المصريين، لو كلمت عن المصريين هاني شاكر، محمد الحلو، محمد ثروت، علي الحجار، مدحت صالح، أصوات اللي هي في نفس الفترة طلعت معايا وما زالت موجودة، وأنا بحب أسمعهم عشان أنا بتعلم منهم كمان. بين الفنانة أنغام والفنانة شيرين عبد الوهاب؟ أنغام طلعت بعد مني بشوية، لكن أنا أنغام مش بس على المستوى الفني بحبها، أنا على المستوى الشخصي كمان بحبها جدا، وهي بتعلم ذلك، لأن أنا في احتكاك كده بيني وبينها، إنساني جميل ومحترم، ما شفتش منها غير كل الخير طبعا، بالإضافة إلى أن صوتها يعني صوت حساس جميل. شيرين كمان بحب صوتها. أمل ماهر أقرب لك؟ أنغام. أنغام قريبة مني عشان احتكيت بيها يعني على الوجه الإنساني، عارف إزاي؟ لكن شيرين أنا ما احتكيتش بيها كتير، يمكن رحت لها مرة لما ولدت بنتها، رحت لها باركت لها في بيتها، لكن بعد كده ما تمش التواصل بيني وبينها. ونصيحة لشيرين عبد الوهاب شو بتقولي؟ بقول لها ربنا يا ربي يعني ينور بصيرتك بالمناسب ليكي انتي والجمهورك اللي بيحبك وبيحترمك واللي قدرك وما زال يقدرك حتى برغم المشاكل اللي انتي بتواجهها. الجمهور انا شايفه فعلا في محبه غير طبيعيه. ازمتها دقيتي لها اطمنتي عنها؟ لا ما اطمنتش عليها الحقيقه، بس بقلبي معاها، يعني انا كتبت على الفيسبوك كتير حاجات تخص شيرين وقلبا وقالبا مع شيرين على الفيسبوك. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.